مساء السيد. في حصتكم الو دكتور، اليوم حبينا نناقشوا موضوع القلق. القلق هذا اللي عنده مشكله كبيره في المجتمع نتاعنا. جاتني اسئله يعني بزاف في خصوص هذا الموضوع الا وهو يعني القلق. سؤال جاني من متصل اسمه كاف ها، يعني رمز اسمه كاف ها، يقول انه لما يدخل للدار يعني يحط الحذاء نتاعو، حشتني يعني يحط الحذاء نتاعو، الصباح كي ينوض ما يلقاش الحذاء نتاعو، يعني يقلق ويدير بازون يكسر ويدير مشاكل في البيت. يعني نقول له الحل نتاعو سيدي، يعني الحل نتاعك يعني ما تحتمش كل، يعني كي تدخل للدار خير كارتون، ان كارتون حط فيه صباطك وحطه في الهول، حطه في الهول، الصباح بها بربي ان شاء الله تلقى صباطك وما ديرش حتى مشكل مع الدار. يعني تقضي تماما على هذا المشكل، يعني نشوف فيه يعني صراحة يعني ماهوش مشكل خلاص. السؤال الثاني مباشرة يقول لك انا لما اشاهد، يعني هذا السؤال في الرياضة، يقول لما نشاهد مقابلة في كرة القدم يعني تجيني نقول قاو نقلق ونعود، ليش يعني الفريق تاعك يخسر نقلق ونكسر وندير، يعني قولوا يعني الحل يعني تاع هذا المشكل هذا انه ما يشجعش الفريق نتاعو. علاه ما يشجعش الفريق تاعو؟ يشجع الفريق الخصم، يشجع الفريق الخصم كي يربح الفريق نتاعو يولي شغل من ومن اللي في القلب وفي القلب، ولكن يعني يدير روحه شغل على الفريق نتاعو لابس الاصفر والفريق الاخر لابس معنا باليش انا البلو، ولا يخير البلو بوي سيبورتي البلو او معاك البلو لي بلو لي بلو اونسويت لا كان ربحو ليكيب تاعو بون سي بون، يعني يقدر ربح ليكيب تاعو وراه تغلب يعني بحيله وبربي ان شاء الله يتنحلوا القلق. اخ المخرج يقول لي مكالمه ربما الهاتف النقال، لا بزاف الناس يشكيو من معنا. الو السلام عليكم، معك دكتور؟ نعم حسيت على دكتور. المشكل تاع الفوت، مشكل تاع الرياضه دائما. المشكل تاعك يا اخي انت تقول انت شفتي مقابله في كره القدم و ماتش نول، ماتش نول يعني ما كان لا خسر لا ربح. لا يا اخي، لا يا اخي، لا 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 كسر الهاتف نتاعو، اظن انه يعني ربي يستر ان شاء الله راه كسر الهاتف نتاعو. يعني الناس تقلق بزاف يعني في هذا المشكل هذا تاع ماتش نول، يعني ما كانش لا ربح ولا خاسر، يعني الانسان يقلق يعني تكون تشجع في فريق والفريق هذا ما يربح ما يخسر يدير نول، يعني يعني تقلق الانسان بعد يقلق حتى يعني الجمهور وحتى الشعب يقلق. ويعني انا بعد لو كنت يعني نتابع مقابله ونشوف فريق تاعي داير النيل يعني نقلق، يعني نولي نشرب الدواء نولي الحمد لله، يعني نقلق كيفاه ما تقلقش بعدها ولازم تقلق ما تقلق ما الكيب تاعك راح تربح اسيدي ولا تخسر، بصح كي دير النيل ما عندهاش الحل الدواء لازم تشرب الدواء لازم خاطر ماتش نول، ماتش نول نورمالمون ما كانش حل، كانش ما تقدرش تعيا تخم كيفاه تلقى لها لي نيرف سي المشكل تاع القلقه هذي سي ني دكتور ني ما كان والو باي.